Kill them before they kill all of us. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وفي مقطعنا لليوم راح تكون عندنا مجموعة من ايش راح يصير لو. مثلا ايش راح يصير لو آرثر مورغان راح للدكتور عشان يعالج مرض السل لكن ما عنده فلوس؟ ايش راح يصير لو رحت عند عائلة الأبردين وأكلت عندهم لكن ما سمموك ورجعت لهم مرة أخرى عشان تاكل مرة ثانية؟ إيش راح يصير؟ حلقتنا اليوم مولعة، فيلا نخش في المقطع. طيب أولا، إيش راح يصير لو آرثر مورغان راح للدكتور عشان العلاج هو ما عنده ولا دولار واحد، معاه صفر دولار على الحديدة تماما؟ طبعا تقريبا في بداية الشابتر السادس وتحديدا في مهمة فورك إن ذا رود، وفيها آرثر مورغان يشتد مرض السل عليه بشكل قوي جدا وينتهي به المطاف على الأرض. طبعا أول مرة راح نشوفها وآرثر مورغان معاه فلوس، لكن بعدها راح نشوفه هو ما عنده فلوس وراح نشوف هل في فرق أو لا. تعالوا نشوف أولا بفلوس. Mister, are you okay? Mister, are you okay? Are you okay, Mister? Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Come on, it's not far. Just down the street here. Give me a minute. Give me a minute. I'll be fine in a minute. I'm fine. Nearly there, just around this corner. Now you head in there, friend. Go on. Friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let me. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Uh-huh. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Now say ah. Ah. What is it? It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. You... It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible.
زي ما شفتوا الدكتور أخبر آرثر مورغان أنه مصاب بمرض السل وأنه مرض خطير ومتقدم المرحلة عندك يا آرثر مورغان. الدكتور قال أنه يا آرثر خذ لك مكان بعيد عن الناس واسترخي فيه وارتاح فيه لأنه يعني باقي لك أيام معدودة وفترة معدودة وراح تموت. آرثر رد وقال ما يمديني أسوي هذا الشيء لأنه زي ما تعرفون العصابة كانت في أمس الحاجة لآرثر مورغان لأنه داتش صار غريب جدا، لذلك آرثر مورغان قال ما أقدر. طيب الأمر اللي جذب انتباهي إن الدكتور أول شيء طلبه هي الفلوس، قال أعطيني فلوس عشان أقدر أعالجك وأكشف عليك. فالآن نجي لإيش راح يصير حقنا، إيش راح يصير لو آرثر مورغان جاء للدكتور وهو بدون فلوس؟ تعالوا نشوف سويا. I'll be fine in a minute. There. I'm fine. Nearly there, just around this corner. Here we are, friend. Will I need money? Here. Take this. Oh, thank you. Just keep following me. زي ما شفتوا الرجل الطيب هذا أعطانا $10 وأعطانا المال الكافي إننا نكشف. واو على دقة التفاصيل يا روكستار. طبعا بقية القصة ما راح تتغير، راح تكون نفسها، فقط الاختلاف راح يكون إنه هذا الشخص راح يعطيك المبلغ اللي تحتاجه إذا ما كان عندك فلوس. دقيقة يا لهبيين، مو هذا الشخص يشبه نايجل اللي دور على صديقه غافين، صح ولا لا؟ يشبهه. هل تتوقعون انه هذا الشخص الطيب اللي ساعدنا هو نفسه غافين او لا؟ شاركوني آراءكم وتحليلاتكم يا لهبيين. طيب ننتقل الى مزرعة الاخوان أبردين. طبعا اتوقع كلكم تعرفون قصتهم المعفنة، لكن اذا كنت بتعرف تفاصيل اكثر عنهم او انك ما تعرف قصتهم المقطع راح يطلع لك الان في علامة التعجب. المهم الامر الطبيعي اللي مفروض يصير هنا انهم يسممونك ويسرقون فلوسك بعد ترجع لهم وتاخذ فلوسك وخلاص ينتهي موضوعهم، لكن حنا عندنا مجموعة من التجارب عليهم. اولا اذا جيتهم المرة الاولى واكلت عندهم وضعك جدا جدا طبيعي، لكن انهم ما سمموك بالعصير، شربت اول مرة وخلاص ما شربت المرة الثانية اللي سمموك فيها. حلوين. الان نجي لايش راح يصير اللي عندنا. ايش راح يصير لو رجعت لهم مرة اخرى عشان تاكل من عندهم؟ تعال نشوف سويا. I knew you wouldn't be able to stay away. What are you cooking? Well, that would be telling. I'll give you a guess, though. Want a taste? I don't know what that needs. Honey, we got a live one! I'll search his pockets and put it behind Mama. What the hell just happened? زي ما شفتوا خلتنا نطعم الأكل وتم التسميم بنجاح وتمت السرقة. طبعا راح تصحى وتحصل نفسك من بين العدد الكبير جدا من الجثث. طبعا اللي بيدك الآن انك ترجع وتقتلهم كلهم عشان تاخذ فلوسك. طيب في لقطة سرية جدا وهي انك تاخذ الأخت أبردين وتوديها نفس المكان اللي رمتك فيه هذا. تعالوا نشوف سويا. Where are you taking me? Wha-
down! Let me go, you son of a bitch! Taking me! What a tough guy, kidnapping a lady. No! What are you doing? No! Please, I'm sorry. Not here. Mama! I'm sorry, Mama. I'm sorry. زي ما شفتوا خايفة جدا وكانت مرتعدة بشكل كبير 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 وتترجاك يا آرثر مورغان انك تبعد عن المكان. طيب يا لهبيين هذا هو مقطعنا لليوم واللي شفنا فيه مجموعة من ايش راح يصير لو الرهيبة والنادرة جدا. طيب ابغى آراءكم، هل تبغونا نسوي تجارب اكثر على الاخوان أبردين؟ زي مثلا ايش راح يصير لو اخذناهم الى الدب، ايش راح يصير لو اخذناهم الى التمساح، ايش راح يصير لو مثلا رجعناهم الى المخيم، ايش راح يصير لو وديناهم الى المدينة. اشياء جدا جدا مشوقة واشياء يعني لهبية، فاذا تبغون نسوي عنها مقطع اكتبوا لنا في خانة التعليقات. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك اللي يجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.